كيعرف الجميع باننا في الحجر الصحي كنا تحت الناس اللي رقوا المحلات ديالهم، يعني كمواطنين المغاربه جميعا رقنا مده 4 أشهر. وفاش كان الرجوع ديالنا الاقلاع ديال السياحه وخروج من الحجر الصحي كان عندنا واحد الصعوبات، ولكن كان عندنا اجتماعات مع السلطات المحليه وبالتضافر ديال الجميع والمساعده ديال السلطات المحليه والمجلس البلدي لمدينه إفران كان عندنا واحد الاقلاع اللي هو في المستوى. ولكن من بعد هذا الاقلاع وقع لنا واحد الارتباك اللي هو خلانا ما نمشيوش في نفس التوجه اللي كنا غادي نمشيو فيه في الاول، والمعاناه اللي عندنا واحد المعاناه كبيره يعني من الحجر الصحي. ولكن دابا مع اغلاق ديال المدن ديال 8 المدن من القرار اللي كان تصدر نهار يوم الاحد اللي قبل العيد وقع لنا واحد الارتباك كبير، وحنايا دابا عندنا معاناه مع المستخدمين ديالنا، عندنا معاناه مع الفورنيسور اللي كيعطيونا السلعه، يعني ما بكل صراحه ما بقاتش السياحه الداخليه في هذه اللحظات اللي كنهضروا فيها، يعني عندنا واحد المشكل اللي هو كبير. ودابا حنا مونجاجين مع الناس بزاف مع لي فورنيسور ديالنا، كنا كنعينوا هاد العطله الصيفيه باش على الاقل يكون عندنا شويه ديال المردود اللي نخرجوا على الاقل بالناس في خساره. لكن دابا حنا راه عندنا مشكل كبير ديال عندنا خسائر فادحه، وهذا راه ماشي في هذا المحل بوحدو، راه على صعيد مدينه إفران كلها، لان كان عندنا واحد الامال على السياحه الداخليه. لكن بعد القرار ديال اغلاق المدن ما بقاش عندنا الامال، يعني دابا كنعيشوا واحد البطاله ما بقات لا سياحه داخليه لا سياحه خارجيه، يعني حنا في انتظار شنو غادي يوقع باش نقدروا ناخذوا قرارات جديده حتى حنايا كممثلين ديال المقاهي والمطاعم وكأرباب المقاهي والمطاعم حتى حد ما راضي على هذه الوضعيه اللي كاينه، ان نفس المصاريف واكثر اللي يمكن نقولوا من بعد جائحه ديال كورونا، ماشي من بعد جائحه كورونا، حنا مازال كنعيشوا بكورونا، حنا من بعد الحجر الصحي تزادوا لنا مصاريف اخرى، هو واحد عندنا مصاريف زائده اللي ما كانش عندنا، هو ديال الوقايه من وباء كورونا، يعني التدابير اللي كتجعلنا باش نديروا هذه الوقايه، يعني راه كاين معقين كاين كمامات كنحطوهم في وسط المحلات ديال المطاعم لا الزبناء لا المستخدمين، عندنا التعقيم يعني كيطيح لينا غالي، عندنا ماتيريال ديال التعقيم وهاد المسائل كلها خسرنا فيها فلوس، ماشي في الباب مسدود، حنا دابا تسد الباب، حنا كنا شويه كنقولوا الباب نصف الباب مسدود، ولكن دابا راه الباب مسدود كله، يعني حنا كنعيشوا واحد البطاله في اوج ديال فصل الصيف. كما كيعرف الجميع بان كاع شي مدينه إفران المغرب كله كيعيش فتره ديال الصيف كتكون هي لا هوت سيزون، ما كاينش دابا ما بقيناش كنعيشوا هادشي، يعني عندنا مشاكل غتجينا من بعد هاد الازمه ديال كورونا ومن بعد هاد الازمه ديال الاغلاق بالضبط، لان كنا عندنا شويه ديال الامل على انتعاش السياحه الداخليه، المجهودات اللي كانت دارت في الاول لا من طرف السلطات المحليه لا من الزياره ديال وزيره السياحه اللي عطاتنا واحد الدعم مهم لمدينه إفران، وكانت هذه زياره ميدانيه، وهادشي كله مشى ما بقى والو يعني بهاد الكلمه.